عليكم، يعطيكم ألف عافية يا مس. اليوم بإذن الله بدنا نكمل مراجعة مادة الامتحان. بدي أعيد وأكرر جميع أوراق العمل. بعد ما تدرس المادة ضروري تحل جميع أوراق العمل اللي بعتنا لك إياهم من أول الفصل. اللي ما عنده أوراق العمل رح أنا بإذن الله أرجع أبعت جميع أوراق العمل بفيديو، ورح أبعتهم بشكل ورق كل ورقة عمل لحال لحتى تتأكد منهم. اليوم ضايل علينا نراجع بعض القوانين اللي هي القانون الأول، مساحة شبه المنحرف. إذا طلب منك بالسؤال توجد مساحة شبه المنحرف هي تساوي نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. إذن مساحة شبه المنحرف تساوي نص في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. عندي مثال، احسب مساحة شبه المنحرف إذا كانت طول قاعدتيها، القاعدة الأولى طولها 2 والقاعدة الثانية طولها 4 وارتفاعها 10. مباشرة بطبق على القانون، نص مجموع القاعدتين 2 زائد 4 ضرب 10 اللي هو الارتفاع. عندي نص 2 زائد 4 6 ضرب 6 ضرب 10. نص ضرب 6 اللي هي 6 تقسيم 2 اللي هي 3، 3 ضرب 10 ويساوي 30 سنتي متر مربع. إذن مساحة شبه المنحرف نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. نشوف القانون الثاني، مساحة متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. عندي مثال، احسب مساحة متوازي الأضلاع طول قاعدته 4 وارتفاعه 6. مباشرة 4 ضرب 6 ويساوي 24 سنتيمتر مربع. عندي السؤال الثالث، محيط المستطيل. محيط المستطيل يساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. عندي مستطيل طوله 2 وعرضه 5، بكتب القانون 2 زائد طول 2 زائد 5، 2 ضرب 2 زائد 5 10 ويساوي 20. إذن الجواب يساوي 20. السؤال الرابع بده محيط مربع. المحيط المربع يساوي 4 ضرب طول الضلع. محيط مربع طول ضلعه 5، يعني 4 ضرب 5 ويساوي كمان 20. عدد خطوط التماثل آخر إشي عندي. هلأ في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل يساوي عدد الأضلاع. مرة ثانية، في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل يساوي عدد الأضلاع. السؤال بقول لك ما عدد خطوط التماثل في مضلع خماسي منتظم؟ مباشرة عدد خطوط التماثل يساوي 5 خطوط. بعيد وبذكر بعد ما تدرس المادة مهم كتير يا مس تراجع أوراق العمل. ويعطيكم العافية.